السلام عليكم. عن قريب سيتم افتتاح النادي الترفيهي للقرية، بالتحديد المسبح الذي ينتظره جميع أهالي بسمايا. كون البناية من 3 طوابق مع قاعة كبيرة للمسرح. الطابق الأرضي هو مسبح مغلق، والأول قاعات رياضية مختلفة، أما الطابق الثاني فهو عبارة عن غرفة الإدارة. يوجد في البناية مصاعد ومنظومات إنذار حريق وإذاعة داخلية ومنازع وحمامات. إن القاعة تصلح لجميع الألعاب، ووزارة الشباب هي من تحدد الألعاب التي تُضع بالقاعة، مثل ألعاب القوة وسباق سكيت وكرة الطائرة والريش وكرة السلة والصحن الطائر إلى آخره من الألعاب. هذه هي غرف تبديل الملابس. من الجدير بالذكر أنه المسبح يعمل في الصيف والشتاء، بفعل منظومة تعمل على تسخين الماء في الشتاء. هذه هي المكائن والمضخات الخاصة بتجهيز المياه. وهذا هو المسرح. إلى هنا ينتهي الفيديو. إذا كنت أول مرة تزور القناة لا تنسى تسوي سبسكرايب. إذا كنت من المشتركين السابقين فشكرا لكم من القلب. مع السلامة.